طيب، في حد يقول انا معرفش مين محمد رمضان؟ لا، هو الحقيقة الأستاذ محمد رمضان أنا ما اتشرفتش واشتغلت معاه بغض النظر ما تعرفوش؟ لا والله، لا مش ما عنديش ذوق، يعني ما اتفرجتش على حاجة من حاجاته عشان أقدر أقول كده ولا كذا ولا كذا. ما فضل مش أنا مش قصد ما اتفرجتش. سيد صادق لمحمد رمضان ساخرا، أنت مين؟ لا يوجد ممثل يقول على نفسه نمبر وان. اه طبعا، دي حاجة معروفة وبأقرها دلوقتي. عشان كده أنت قلت أنا معرفوش لمن قريت. لا، معرفوش فنيا، ماليش علاقة بيه فنيا، يعني مش هو فنان وليه قاعدة. ايه علاقة ده بده؟ ما انا ما... طب ايه العلاقة ده؟ لا، انه انا ممكن معرفوش على المستوى الشخصي، بس كنت سامع عنه بعرفه اكيد. لا، ما هو حكاية نمبر وان دي بعدتني شوية، خليت افكر تفكير تاني. يعني ايه يا نمبر وان؟ ده في عندك اجيال واجيال واجيال، ما حدش قال الجملة دي على احمد زكي ولا على عادل امام ولا على نور الشريف ولا على محمود عبد العزيز ولا على الفطاحل دول، ما حدش قال الكلمه دي في عز التنافس. كان في تنافس شريف، يعني اشتغل يا عم. هو بيشتغل على فكره. بيشتغل بس ما حدش قال عليه نمبر 1 غير هو. انت عارف ده عنده قاعده جماهيريه كبيره محمد رمضان؟ لا شك، ربنا يزيدها كمان. طيب، ربنا يزيدها. الناس اللي بيحبوهن عطيوه هذا اللقب وقالوا عنه نمبر 1. بس انا عشان انا في الوسط في المطبخ، يعني كنت في المطبخ او ما زلت برضه موجود، يعني لان انا عضو نقابه وعضو عامل، فمن حق ان انا اقول يعني رايي في هذا الموضوع. انا مش عجباني عمليه نمبر 1، التصنيف نفسه يعني. التصنيف ذاته. لا لا لا، لكن هو كممثل اكو ممثل جايز، ممثل كويس وفنان كويس وكل حاجه. طب ربنا يزيده. طب اذا ما هوش قال عن على نفسه فكرة كده، ده جاري. بتشوفه؟ ما لا خالص، لان هو في الربوه، انا في حته، بليتي في حته، وبليتي هو في حته تانية. طيب لو شفته هتقول له ايه؟ هقول له اهلا وسهلا، مساء الخير يا محمد. مش هرد، لو سلم عليا هرد عليه السلام. او انا لو شفته انا قبل، انا شايفه، مساء الخير يا محمد. هتعرفه ساعتها؟ لازم. لا، ما انا عارف شكله، ما هو قدامي اهو. فهمت. ارجو ان الجزء ده يكون واضح. انا ما بهاجموش على فكره، بس انا بفهمه، ده زي ابني يعني، زي ابني. فيعني يا ابني خف النغمه دي، سيب الناس، خف النغمه دي، سيب الناس تقول عليك انت نمبر 1، سيب الناس عليك يقولوا انت اعظم ممثل في العالم، سيبهم يقولوا، لكن تقول عن نفسك شكرا. ليه شكرا؟ ليه؟ معلش، خدني على قد عقلك، بس ناقشني بالموضوع. ليه يقول على نفسه نمبر 1؟ عم يدي لنفسه كريدت. والله يديه الصحة ويقوم بالسلامة حبيبنا الزعيم عادل إمام. إذا كان حد نمبر 1، الأولى يتقال على عادل إمام، الأولى يتقال على أحمد زكي، اللي هو كان نور الشريف يقول على أحمد زكي رئيس فريق التمثيل في مصر. نور الشريف الله يرحمه. بس مش محمد رمضان يقول عن نفسه نمبر 1. يعني هو أحمد زكي الله يرحمه قال على نفسه أنا رئيس التمثيل، رئيس فريق التمثيل في مصر. رد عليا بقى. لا. طب يبقى راجل محترم ولا لا؟ الله يرحمه. بس مش يعني محمد رمضان غير محترم. ما بقولش إنه غير محترم، أنا بقولك بكلمك على شخصية تانية. هو قال على نفسه ولا غير اللي قال؟ ربنا يزيده ويديله كمان وكمان. ولكن يا ابني خد بالك من معاملاتك مع البشر، خد بالك، ما تنساش. انا شفته مره، هم جايبينه في التلفزيون وبيمثل وهو طفل كده، دمه كان خفيف، وقلت ساعتها كان لسه ما كان دمه خفيف، بطل دمه خفيف. دمه كان خفيف في اللحظه دي يعني. وطبعا اللي دمه خفيف هيفضل دمه خفيف على طول، ولكن انا ما بهاجمهوش، انا ما عملتش حاجه للراجل. طب برايك لو كمل بالطريق دي وبالتفكير ده هيكون اخره ايه؟ معرفش والله، ربنا بقى اللي بيحاسب الناس. معرفش. انت بتقول له خف، اهدى. عشان انت كويس، عشان يعني إيه؟ تكون نمبر 1 الحقيقي بمقولة الناس، برأي الناس، برأي